morning and welcome to the annual General Motors Technician Skills Competition right here live at the Dubai Autodrome. As I stand here with my colleagues, you can see that we have now in one of the stations where the technicians are diagnosing a fault with one of our transmissions, and they have to go in, determine whether it's an electrical problem or whether it's a mechanical problem. Once they make the determination, they start making their measurements, and then they will start looking for what component do I need to replace to ensure that I have fixed this transmission right the first time. من هون انا رح كمل معكم بالعربي وخبركم بالضبط شو ماني كان عم بيقول تقريبيا بقدر المستطاع. جرب قصر الحكي وخليكم تفهموا اكثر شو هالمسابقه اللي عم بتصير مع جنرال موتورز. المسابقة عم تجري للمرة الثامنة على التوالي، والمشتركين فيها اجوا من كل انحاء الشرق الاوسط. تحدي الفنيين من شركة جنرال موتورز بيدوم على يومين وبيتم على عدة مراحل. وهالمراحل هن الترانسميشن والباور ترين، اللي هن علب الغيارات، علبة الجير بوكس وحتى الكلتش. من وراها كمان عندكم الديفرنشال الخلفي اذا في شيء اي مشاكل حتى بالاكسلات. وكمان اداء المحركات، نظام التبريد والتكييف، وحتى الأخطاء الميكانيكية والأخطاء الكهربائية. وفيكم تشوفوا هون كيف عم يتم تحديد الأخطاء داخل السيارات اللي وضعت خصيصاً بالتساوي لكل التقنيين الموجودين هون، لحتى يشوفوا مين أسرع شخص يقدر يحل هالمشكلة. بتشوفوا كيف التركيز عالي، كل التكنيشنز موجودين لحتى يرفعوا اسم الديلر تبعهم، لحتى هن يربحوا وياخذوا الجائزة الأولى ويرفعوا اسم الشركة اللي بيشتغلوا فيها. وهذا كله بيعود لا حتى يرضوا الزباين ويصير عندهم يلي هو راحة البال. لما بنحكي عن ترانسميشن الباور ترين، يعني اكيد عم بيكون في تحديد لمشاكل داخل الكلتش، او حتى ممكن عدة الغيارات بتكون عم بتبدل بطريقة غريبة. اما بالنسبة للديفرنشال الخلفي فكمان بيكون تصليحه اذا في شيء اي مشاكل او اي اصوات عم تطلع فيه او حتى طرطعة. فهون بيتم تسليط الضوء وشوفوا كيف بيتم تصليحها وشو القطعة الخربانة اللي حتقدروا يصلحوها، واكيد كله عم بيتم مع الكمبيوتر بنفس الوقت. بالنسبة للمحرك ممكن يكون في اي مشكلة بالاداء، فهون كمان بيتم الكشف على هالمشاكل من خلال الكمبيوترات وبيقدروا يحددوا المشكلة اللي يقدروا يصلحوها. بالنسبة للتكييف المكيف بيقدروا يشيكوا ضغط الغاز او بيقدروا يشوفوا اذا الابواب ما عم تضغط مزبوط حتى تخلي هالبرودة داخل السيارة، وعدة أشياء كمان بتصير كمان من خلال الكمبيوترات بيقدروا يكشفوا عليها ويفحصوها ويتأكدوا إنه كل شيء طبيعي. من الأعطال الميكانيكية أو الأعطال الكهربائية كمان بيكون في عندك مشاكل أصوات داخل السيارة، ممكن تكون بأجهزة التعليق، ممكن تكون بالإطارات، أو ممكن تكون بالفرامل، وحتى الكهربائية كمان ممكن عندك إضاءة أو أي شيء عم بيحصل بالسيارة. كمان نفس الشيء بيتم كله تظبيطه عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الفنيين المختصين بهالشيء. That's all for the tour, and thank you for allowing me to show you what General Motors does for our technicians. فإذا هيدي كانت جولتنا مع ماني مدير التدريب الإقليمي يلي أخذنا بجولة كاملة وعرفنا على كل شيء عم بيصير بدبي أوتودروم مع جنرال موتورز. بنهاية النهار ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لتضلوا على علم واطلاع بكل شيء عم بيصير بعالم السيارات. وأنا هون بدي أشكر ماني. ماني thank you very much for your time. But you're very welcome, and thank you for coming. Thank you. Bye. Adios.